السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة بخير. ني اول مرة كيشوف هاد الفيديو هذا، اشترك في القناة باش يبدا ديما يوصلو اللعب. نشوفو الكورسة تاعت اليوم اللي فاتت. الكورسة تاع اليوم اللي فاتت هي هاديك، كنت انا قلت هاد 12 ولا 8 غادي يجي فيهم شي واحد. صدق ما جا لا 12 ولا 8 ولا 12 ولا 10، جات لينا 6 مع 4 اللي دورت عليهم البارح. كنت اعطيكم انا 6 و13، 12 ما جاش. المشكله هو التسعود، التسعود اللي خرج علينا هو اللي ما لعبتش انا. واصلا اليوم والله الا اللعب اللي عندي الا لعبت هاد التسعود، التسعود هو اللي ما خص، هو اللي ما عنديش يودي في اللعب. اما 6 4 كاينه عندي، ولكن لعبت 5 العيودان فيهم 12 و13 و6 و4، وزدت ليهم الواحد. صدق الواحد ما جاش، جا 14 وجا 4 وجا 6. لاباز ماتت، هاد لاباز ما جاوش. او قلتها لكم، قلت لكم راه البلان ما سهلش، وقلت لكم هاد الشي راه حطيت لكم انا هنا ما تلعبوش، حيتاش ماشي بحال الكروسة. الكروسة اللي كتكون باينة واحد شوية. 4 9 هادو جابهم بجوج، جاو في الترسي. 4 و9 جاو بجوج، تسعود توكا ضرب لاكان، و 12 جوج. المشكلة ما جا فيهم حتى شي واحد، ماتو بجوج تقريبا. انا شتو اللورد ما كاينش دي زوردر، داير تقريبا شي 5 وبونيس 3، داير 200 درهم، وبونيس لكاتر داير شي 1150. المهم ما عليناش، نشوفو الكورسة تاع غدا. الكورسة ديال غدا غنط نقاس غدا، عاود تاني تتبان ليا الكورسة خربقة. المهم خرج ليا 300%، وخرج ليا 9، ولكن هادشي ما نضمنش ليكم عاود تاني ديال غدا. علاش؟ لأنه بان ليا هادشي قاع مخربق. تقدر تجي هاد 3 9 وغادي يبقى لينا 12 ولا 13. هاد 12 ولا 13 غادي يجي فيهم شي واحد، قلت انا هما كاينين عندنا. عاود تاني هنا اليوم كانت جوج و12 ما جا فيهم حتى شي واحد، ولكن تيبان ليا غدا غادي يكون فيهم شي واحد. وتقدر تجي دير سي، قلت انا 9 مع 3 ويجي معاها يا 12 يا 13. هنا قلت عليكم، قلت لكم غادي يكون تقريبا جي مليح حتى دير سي. اليوم عاود تاني كانت 6 4 هنا. المهم غدا خرج ليا 3، قلنا 3 الى جا كان صحيح مشى ل11، يعني الى مشى ل11 غادي يجي 9. اش يبقى لينا؟ تيبقى لينا 12 مع 13. عاد تاني عندنا في غون بلاصي 12 و13، يعني عطيني 9 و14. يعني هاد 12 و13 غادي يجي فيهم شي واحد، قلت انا مع 9 3 و9 زائد 3 كتعطينا 12، وري يقدر يجي تابع ليهم 13. ونعاود تاني هاد 3 راه الا مات، واخا هو غدا 100% الا مات، هاد 3 4 ما يخسرش. كيف قلت لكم على 6 و12 اليوم، واحد فيهم اللي تيكون في الترسيم تقريبا ما كيجيش بجوج، باش كانوا نيت في الكورسة تاع اليوم 6 و12. وفعلا صدق هذاك 12 هو اللي ما جاش و6 جا. المهم غدا قلنا 300%، راه يقدر غدا ما يجيش هاد 3 ويجي 4. المهم 3 ولا 4 ضروري واحد فيهم في الترسي، يعني الى مات 3 وجا 4 ومات 3 غادي يجي 11 ويموت 9. وما تنساوش 12 و13 واحد فيهم. وعندنا الديربي 7، 7 ولا 5، هاد 7 ولا 5 تما باش نقلب عند كانانت كاينين بجوج. 7 هو ملعوب و5 ملعوب، يعني كورسة تاع غطا مرونة. 8 ولا 9، 9 يعني عاد تاني إلا جات 9 مشى ل11 ومشات 8. المهم اخوت انا هاد الفيديو ما كنتش غادي نديرو، غير هادشي بيت نكتب لكم هادشي وصافي. علاش؟ لان الكورسة ما فهمت فيها والو، داكشي واش ما حملت كاع انا ندير هاد الفيديو، ولكن قلت انا نحطهم وخاسرين والو. حط سعيد للجميع الخوت.